شباب هذا اصعب عمل شفته بحياتي. بس بجهودكم قدرنا نخلص هذا العمل اللي انا ما تخيلته اصلا راح يخلص. يعني فعليا هو مو عمل غضب مال الله ضيم، بس مع ذلك قدرنا نخلصه. كلكم بالمخفقين بالزينين كلكم سبب هذا العمل. ما راح نقول نجاح هذا العمل، بعدنا ما طالعين احنا برمضان، بس متاكد ان شاء الله طبعا راح يطلع في شيء حلو ان شاء الله، وراح يبيض وجوهنا وجوه الناس اللي ويانا، اهلنا قرايبنا. طبعا شغله مهمه كلش، اني اشكركم كلكم، اخذت من وقتكم، والاجور اللي اعطيناكم اياها اصلا ما تكفي ولا توفي ولا اي شيء. خذ انت استاذ فدول عمرك حبيبي، زين، ويعني قليله بحقكم اصلا. قسم منكم يجوي بدون اجور مثل سايكو، قسم اخذوا اجور قليله في سبيل ان يشاركون بالعمل، قسم قطونه مثل جماعه اسطنبول. قسم كل واحد بيكم له جزء بهذا العمل وله تاتش ما راح ينسى. عدنا ايام حلوه، عدنا ايام ما حلوه، يعني تعاركنا ما ادري شنو. المهم انا اريد من عندكم شغله، تسامحوني اخاف في يوم من الايام صيحت على واحد، اجيت على واحد، غلطت، عيطت، ما ادري سويت. هذا شغل يصير بيه هيك شغلات، سامحونا، برونا الذمه. وانا اشكركم واحد واحد. مصطفى اخو صديقي، انت فاول من الاساس، بس الميزانيه كلها ضيعها، بس يعني رحم الله والديك، يعني على الاقل داريتنا، تعبناك حبيبي، اشتغلت انتاج، اشتغلت محاسب، اشتغلت شغلات ما بشتغل بحياتي. هذا المقرود ابو تبارك، انت وبنتك اثنين بنتك لها مستقبل عظيم ان شاء الله، وجودك ان شاء الله زين، وراح يصير لها فد شيء بهذا العمل ان شاء الله، راح تطقه مو طبيعي. وجودك ان شاء الله استاذ، شوي وخر عن نظائر. مي انت وهدى اثنيناتكم يعني شحشتكم، شايفين البصل بالدولمه؟ ايش البصل؟ شغلكم وجهدكم، يعني انا اشكركم وتحملتونا وجيت وضي، يعني اخذتوا من وقتكم وطيتونا هذا الوقت اللي احنا يعني ما اقدر شلون ما اعرف شلون اعوضه، يعني اشكركم عليه. كل شيء هو الك استاذ. والقلبي حيدر ابو الصوت بدي حيدر متي من اللي اتفق وياه. انا اشكرك على الصوت اللي مخربط كله على اسف علي قطك اقوى ذاتي. وحيدوري انت بطل فدوه عمرك استاذ، شكرا. هناك اقل شيء واسوأ شيء، وانت طلعت احسن شيء. فدوه عمرك شهاده حبيبي. انت صح انت تنام بالسيت، بس لان انت تعبان، لان تتعب هواية. واحب اقول لك شغله، انت مبطل علي تينا الذهب، الله يسلمك. انت شغل هواي بنات خالتي. الله يسلمك، الله يخليك استاذ. محمد الذهب، محمد شو اسمه اللي اشتغل ويا تراك، وتحملهم نيابه عنا، ساعدني والله استاذ. وسام حبيبي استاذ، وسام شاريو اللي بطلوك من وظيفتك. الله اسمع، خلي يسجل الصوت. ايه بطلوا من وظيفته، وهو دا يشتغل ودا يتعب ويانا، دا يطلع بغداد حلوه. نقلوه وباع موبايله، وانكروا حسابه. اشكرك وسام، انت ذهب، انت بطل، برغم انه شغلتك اتفه منها ماكو، بس تدفع وتسحب. اتفه شغله بالحياه، ما ادري ايش تاخذ عليها فلوس، اصلا المفروض تعطينا فلوس، بس انا اشكرك عليها حبيبي. علاوه القصير حبيبي، عندنا ورده مال الله، ما شفنا منك غير بس الابتسامه الحلوه هذه. تسلم عمر استاذ. وما اعرف انت عمر دائما بعد ما راحت المشكله ما ادري شلون عليك، بس حبيبي انت ورده مال الله. احمد حبيبي
ركز لي على احمد كل يوم طيح لي زوم علي اي اسمع على ضايع هذا احمد حبيبي احمد مخرج العصب الرئيسي مال العمل الله يسلمك احمد مترجم بس اشتغل كل شيء اشتغل شغل مو شغله الله يسلمك كل اللي سواه يعني نجح فيه نجاح ساحر الله يسلمك انت ذراع الايمن حبيبي ممنون ابوك ماهر حبيبي استاذ انت شنو انت وايد زحف على الله يبارك فيك بطل مصطفى السمين ما يقول لك اي شيء لا تقول لي بس فلوس المايك كسرته على صفحه لا بس المايك كسرته ما في داعي فلوس المايك هاي الفالح اكل ومايك حبيبي شكرا لك يا ذهب انت حساباتك مضبوطه احسن من مصطفى المحاسب والله صح ما سترنا على فلوس الباقي غير بس لما جبناك لان هذا كان مضيع مضيع الله حظ اللي اتفق وياك حمودي ذهب حمودي ابو الدرون الدرون اللي مقص صبعه من ورانا من ورا فرات ما شد المروحة عدل حبيبي انت ذهب فتوالى عنك استاذ واني كل السعيد ان تعرفت عليك انا سعيد جدا لان اشتغلت ويا افضل مخرج بالعراق فتوالى قلبك يا فتوالى عنك استاذ الحلاق ابو التسريحات الحلوه اه حيدر الذهب لك شنو سوالي اللحيه مالتي ما ادري شلون طلعت ما عرفت مو هذا ليش زيد هذا كليف هذا حيدر هذا مضبوط لا استاذ ليش ذاك الحار نار وشرع ليث ليث حبيبي ليث مو موجود ليث مو موجود مو موجود ليث حبيبي انت همين اخوش حلاق مطيح الله حظ لي زينين مك بعد هنا عندكم مرضى مع الله جماعة الدورة وينهم طبقوا لي على صف تعال اربعة تعال 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 هنا تعال لي قدام شباب اربعة عندكم تعال انت مخرج سيوفي مير طيارة حيدر طيارة حيدر طيارة حيدر طيارة حيدر طيارة اربعة عندكم انتو المسلسل هذا ما كان مشبه يا والله العظيم يعني اربعه كمتو يعني ذهب ذهب خالص اشكرك سلامتك اصبع شو بده يعتمد عليه ما يسالكم يا اهل عمرك ان شاء الله بعد مني ابو الوفا ابو الوفا تعال 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 ابو الوفا ملاديك استاذ ملاديك حبيبي اسمع ملاديك شرف شرف الدين انت اصيل مثل ابوك اشكرك استاذ شكرا بعدين افتر عدي تعال العزيز عدي ذاك عدي حول لي على عدي عدي انت ذهب اشكرك استاذ انت ذهب ايش عندك في اليوم يا تومر استاذ حبيبي الله يخليك وسام حبيبي استاذ ثلاثة صغير استاذ ستة سبعة والله انت صح احنا دقينا بيك دقات هواية ما حلوة واختلفنا هواية عباس صيح عليك مدري شنو هذا كذا بس ستة سبعة استاذ منيته يبوسك استاذ استاذ خطيه منيته يبوسك استاذ خلي يبوسك بعد منو سريلاني عمار عمار السائق البطل عمار البيل عمار يستاهل عمار يستاهل عمار يستاهل احبك طيشتوا لان انا جيت بالمنشئة من جيت انت وعلاوي المهم مو مشكلة عبدالله سبع عبدالله بالشاعة التزام اخلاق طيبة ما فدي يوم اسمعك وصول بس يشتغل سبع التعب قال يا عبي يكتو هو استاذ سيف هذا ابن اخو محمد عدنان احكي له اي شيء سيف حبيبي انت انت ويا محمد على نفس البكي ليلان قعدناك من النوم صفقه ليلان 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 هيك واحد صدق لازم تفتخرون بيه انه موجود بالسيت لان هذا رجل المعجزات
هذا شتطي يصلح لك اياه. تخيل وقع من الدرج، الدرج انكسر وهو ما صار بيش. ثاني يوم اجى يقمز بين المقطورات فوق القطار، مو بشر، رجل آلي. صار شباب ليلان حتى صوت شرب عندك طالع تكوضن عمك حياتكم انتو راح تبقون وياي دائما مع العلم هذا اللي جابكم راح ابطله استاذ بعد مره كررنا حمد زين حمد وين حمد حمد لازم اصعد لتاكسي حمد يا حيا كردستان كردستان بعد من الأزل منو 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 هاجر هاجر راني طيني موسيقى عزينة شكري يوسف أبو الكلاوي هاجر بطلة سباعية بالرغم أنت صغيرة بالعمر وبعدش بداية مشوارك وإن شاء الله هذا العمل يضيف لك وانا راح ادعمك باي شيء تحتاجين صح عندي عتب وياك وايد هو قربنا وبعدها ما محلوله عندي فصل وياك بس مع ذلك صاد العيون راحت سويتي اللي مو اي احد يقدر يسويه فبطله هاجر انت وحده بطله فرات بعدين بالاخير يلا يلا لا لا عباس يلا فرات ماكو داعي هذول ما هو فراس ماكو داعي احكي ابطال لان ذولا جماعتنا ربعنا هذول احنا دائما ندزهم ذولا ماكو القوات الخاصه من ندز عليها وقت العوزه من تحس نفسك انه انت البالانس مالتك هيك خراب هيك تخربط ما ادري شنو هذا دزون يا دزهم ماكو يجي هو جنط مالتك انت موسيقى هيك طياره ماكو طياره مناظر هيك اما ذولا فرات واخوه فرات سبع ايده ماذا بالاسم فرات يشتغل مسلسل كرتون وحده قاعد المصريين كلهم هو بطل هو شيء شخص الله خلقه بطل انسان واعي فاهم ذكي انا ما اقدر اشتغل شغل اي شغله ما اقدر اشتغلها اذا فرات ما موجود بيه فراس اخوه هو ما موجود بس الحاضر يبلغ الغايب فراس بعد احنا ما نقدر نوصفه لان هو حاله حال اخوي فراس هو واحد كانما واحد من عندنا هو ابو حمراء الله يديم اخوه ان شاء الله فراس سبع فراس عباس اسماعيل فراس عباس عباس ما قال كلمة أخلف فيه كل اللي قاله سوا كين كل اللي قاله عباس انت سبع انت سبع عباس تركيش بيبل تركيش بيبل أربطي كمال يا عزيز براو براو يو ار ذا بيست يس اولويز ثانك يو كمال ترجم لي احمد ترجم لي سبب نجاحي تمام انت العيون اللي انا اشوف بيها ليو سن بريم gözüm için gördüğüm gözdür dire elinden de geldiğine hiç kusur koymadın teşekkür ederim تجورنا كلها اور يا ذا بيست كلها مطي 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 انرجي انرجي ران 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 اول ذا تايم بترول اوف ذا سي بترول انرجي يا ذا جنريتر جاهز جاهز Thank you, thank you. Bravo!
نوتوك هات هات نسترولي اشترى ايفونات لابتوبات يلدرم 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 ترابط جو باي باي اربعان اربعان بعد ميزانية كليم ومستار سعد السيد يوسف ابو الكيه وهو السيد وحيدر خطيه دعي خاص على ابو خمره هذا احنا سميناه واقف بالظلمه ما حد يشوفه منور علاوي هذا احنا سميناه طلعنا له شيء الفلوس استاذ انا ابو خمره يعني الفلوس استاذ احنا سميناه علاوي ار ذا بيست سميناه اسم شباب سميناه الاستاذ شيخ الميدان الميدان شيخ الميدان علاوي يوسف الساق ما موجود يبقى عندنا منو علاوي عجينة على عجينة اول مره اشوفك علاوي انت بطل لايت انت بطل وقر شويه عن اللايت وقر انت بطل علاوي انت سبح هذا المسلسل انت اول ما جيت انا كنت خايف قلت الولد ما يجوز ما يعرف يمثل هذا بس انت طلعت ممثل عظيم ايوه وعندك اداء خرافي مو بس هاي اخلاق وطيبه وناس تمزح بيك من اكبر واحد لاصغر واحد ما شفنا من شكرا. عندك غير كل الخير أيوة علاوي انت بطل وانت سبع ومتربي وانسان صدق قدوه واحد يتباهى بيك شكرا جزيلا علاوي انت ذهب تصفيق حارقي صاشي حكيت حكايه عصبت عليك اثناء علاوي مو يجع انا اسف علاوي انا حبيت علقوا وايد بتحبوا مين علاوي متوقع من وين زهراء تليفون على مود يطلع اللايت على وجهي زهراء انتي بطلة تغربتي مدرسلتين تغربتينا حتى نشتغل هذا المسلسل واللي سويتي هذا المسلسل تفضيل عظيم جدا بجي متوقع لي انه انتي راح اختلفة بهذا الشكل وانتي متفوقة حتى على احتراف من وجهة نظري يعني Thank you. Thank you. انت بطلة. سويتي شيء عظيم. اختلفنا هواية. تعاركنا هواية. وصارت مشاكل. عادي. صير. طبعا. بس منك شيء زهراء. احنا نحبك. وانت انت دائما المدللة مالي. والسيد. صح. وانت في سارة طيبة. وانت سارة راقية. ومنجبة. هذه نزوات تطلع عادي ما في مشكله اللسان الطويل مع العلم ما تمشي باي نصيحه واحد ينصحك اياها لازم اجرب لازم اجرب شكرا دائما راح تبقين بطلة مسلسل ثانك يو استاذ شكرا ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما راح تكونين نجمه وتظلين نجمه ودائما راح تتفوقين وتتقدمين باعمالك لان انت تستاهلين كل الخير اشكر نفسي لان تحملتكم كلكم